الور انا متعدي من هنا والسيد بدني من وذني الحسيله وكسكت موتوره ونحى الكاسك. بالا احكي لي اخويا فرق قلبك. بالا اخويا قلبي انا مع تونس. قلبي معبي على تونس. شبعتوني حبس ما اعطيتوني شيء وحدي قديت روحي الحمد لله يا ربي دارنا لبس عليهم الحمد لله معناتها اللي ما لقيتوش في تونس عملته لهني ربي نبى عليا جبت صغيره حياتي تبدلت علاش ما تمدوليش باسبور يا خويا شبينيتي انا وياك يا تونس يا رئيس البلاد ولا اموركم انتوما سياسيين انا ما على باليش انا باسبوري هذه الحاجه الوحيده اللي تبين لي انا تونسي يعطيوني باسبوري يا خويا مش هنايا عندي انا حكم باش ما تمدوليش باسبور عندي 8 سنين من اللي خرجت ما عندي حتى حق قضيه جيني قضايا خفيف وشطرهم 2015 و2016 برا لوجوا علي 2015 و2016 في تونس في تونس انا مانيش في تونس انا من باب العسل خويا مانيش في تونس قضايا صايرين زاد ما علي البريغاد للدار على براكاج نتاع كيوسك امي تعمل لهم او في فرنسا يتصور ولدي يعملوا لها فوتوشوب الشرب والمغرفة حلبولها اللي هما زلطوا كسروا باب الدار وواحد قالوا له ينجم يكون فوتوشوب ولدك في تونس ماهوش في فرنسا انا من سبتمبر 2014 غادرت التراب التونسي خرجت من تونس حرقت من 2014 سبتمبر 2014 ولدي تزاد لي ولدي في 2019 فيفري 2019 جبت ولايه سميته يوسف في بالي باش الدنيا تضحك لي مشيت نصب في اوراقي في القنصليه نتاع تونس باسبور ما راعني كان ما حبوش يقالوا لي مطلوب للعداله يلزمك تهبط لتونس كيفاش نهبط لتونس فسروا لي يا اللي تحكموا في البلاد كيفاش انا نعيش هنا ولدي معناتها ونعيش هنا وتحبوني نهبط لتونس كيفاش نهبط معناتها نمشي على شهرين وثلاث شهور حبس باش نقعد انا موقف في تونس معناتها ما حياتي تقف باش نعاود نرجع ما نرجع اعطيوني باسبوري انا والله العظيم ربي الكريم راني من الاخر نحكي لكم تونس راني كرهتكم تحبوا تسبوني تحبوا تعملوا تحب خاطر ما يعفص بالجمره كان اللي بيحس بالجمره كان اللي يعفص عليه انا اخويا 8 شهور حاكم بلجيكي حطني في السونتر 8 شهور في السونتر يحبوا يروحوا بي بعدوني على ولدي نحكي مع القنصل التونسي بجاه ربي نعمل له راني ولدكم وعندي ولدي لهنا معناتها ولدي اسمه يوسف في بلجيكي يروحوا بي لتونس تولي اسمه جوزيف تولي ياكل في الحلوف يرحم والديك قلت له معناتها اقفوا معايا بكونكم انتوما معناتها بلاد ما راعيني عاطينهم لي سي باسي باش يروحوا بي ربي سبحانك جات الكورونا وربي سبحانك مكتب لي خبزتي لهنا مانيش باش نروح لتونس علاش يرحم والديكم يا ودي كان تسمعوني سياسيين ولا اللي عندكم هذيا اللي حاطينها معناتها مدورين العصا في العجله الاربعه من الناس زويوله ولاد حوم الشعبيه ما تحبهمش فهمت يا رئيس في المنطقه يا شكري ما ناطق من الاخر نحكي لك انا صح حطيت لي العصا في العجله راك ما عندك وين باش توصل لوكا ربي طاح فيك وشدوك هذا يخدم في البيوس لوكا ربي طابير سويخه اي نو من باب الخضره يخدم في عدليه باب بحر على الاكستيا لوكا ربي طاح فيك لوكا شدوك بفضيحه وهذه قيدها علي يعني انا توا لهنا مع 2022 زيد قيد علي انا ديجا ديما نقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك لوكا ربي طايح فيك لوكا ربي طايح فيك وبفضيحه انا ماني طالب شيء طالب حاجه بركه يا ودي والله العظيم راي تربطني بتونس كان بكل بطاقه تعريف والباسبور يا ودي اعطيني باسبوري خان قيد ولدي ورسم انت ما نمشي نعيش في تشاد ما عادش على بالي بيكم انا من الاخر راني تفلقت عليكم ماني ما اعطيتوني شيء في حياتي من عمري 17 سنه وانا في الحبس امي تعبتوها مرضت في جرايري خرجت انا بدلت حياتي صح ما زلتوا تتبعوا فيا حياتي بدلتها ما زلتوا تتبعوا فيا اش باش درب باسبور يا شعب التونسي يا الدولة يا قيس سعيد يلي تحارب في الفساد وين يعني ولدك انا ماني ولادي ومنا يعني متايش ما غير باسبور خوي اعطيني باسبوري ماني طالب منكم شيء باسبور ولا يساوموا فيا كان اعطيتنا 20 مليون قبل رانا نحيناك من الريشيرش وصبيت باسبورك كان قلت لنا علاش نقول ونعطي علاش باش نعطي فلوس علاش ما تحبوا معناتها كل واحد او محامي ياكل في الفلوس وامي كل مره واحد جايها او مدكيت ونحيله مدكيت ونحي عليه اخوي اعطيني باسبور يرحم والديكم راني ما بينتي انا وتونس حتى شيء راهي من الاخر نحكي لكم انا راني ما اعطيتوني شيء ما اعطيت خلي تسبوني في الكومنتاريات ولا تعملوا هذيك اموركم صح خاطر يحس بالجمره كان اللي يحفظ عليه انا ولدي عمره تو 4 سنين
كيفاش تحبوني نحب انا تونس ولي تونس ما تعطيش باسبوري؟ معناتها في اي لحظه ينجموا يرحلوني نوضحوا لي من غير باسبور باش نعمل ما نجم نعمل شيء مواطن فلسطيني فلسطيني 8 سنين غربه ولدي عمره 4 سنين ما تحبوش تعطيه شنو تحبوا تفسروا لي شنو تحب تحبونا الذله الله يرحمك يا بن علي من الاخر نحكي لك الله يرحمك يا بن علي هذم راهم هبلونا راهم جوعونا راهم فقرونا راهو عملوا له الشعب الكل هكا يخلطوا على انا كونترك انا في الله يرحمك يا ودي يرحمك الله لا ترحمه بالنسبه لي انا بالنسبه لي انا اما نحن لا نحن كسرت الشعوب راهو هذا ظلام كي يجي واحد اعظم من الاخر ظلام ظلام يولي الاخر ظلام كان قدرنا من الاخر قبل كنت صاحبي تزيريه مغاربه يطيحوا توانسه ما يروحوش بينا بن علي يقول لك ما فماش هذا اللي تجيبوه كله ظلام خويا ما كمل يجي اهون من الاخر نخلوا مصاب يرجع الاخر يا صحيت هذاك اش نحكي لك كلها كيف كيف كلها يدي كلها فرد اشكاره كلها كيف كلها انت توا من باريس كلمت الختام لتونس من باريس انا برجوليه ما من الاخر لا تمسكين لا ما على باليش مش نسخف فيكم ولا يودي حقي نحب حقي باسبوري كأنا كمواطن تونسي عندي الحق في الباسبور لاني قاتل روح لاني مشارشي على الارهاب لاني مفرقع صح من الاخر في تونس كنت نعمل في اي واحد ثم واحد في حومه شعبيه ما سرقش اي واحد صاحبي عملت سبحان الله صغير غلط خلصت وخلصت معاكم بالوافي صح انا عنف شديد على بوليس تحكمت باربع سنين جراير الخطوي يا باب السويقه راكم حطمتوني اعطوني باسبوري بجاه ربي يا ودي وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم الكل حسبي الله ونعم الوكيل فيكم صاحبي انا كل غسره تجيني في قلبي كل ما نغزر لولدي ماهوش مقيد باسمي نقول حسبي الله ونعم الوكيل فيكم برا ربي يجيبها لكم ان شاء الله انا شفت البريد